يا صباح الخيرات والملبسات والبسكويتات. النهارده هنعمل وصفه جميله قوي قوي وسهله جدا جدا، وان شاء الله ما فيش فيها تعب ولا فيها اي حاجه، وهتستمتعي جدا وانت بتاكليها. هنعمل النهارده الفراخ في الاكياس الحراريه، الكيس الحراري اللي هو ده هنعمل فيه الفراخ. هوريكي شكل الكيس برده عشان تبقي عارفه. اهو ده شكل الكيس. الكيس يا بنات، سوري عشان انا كنت بعطس. ده شكل الكيس اهو. الكيس اهو برضو ماشي. يلا هنجيب فرختين او فرخه، انت هتعملي اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها. وهتجيبي بصل، موضوع سهل جدا. بصل هتحطي بقى عليه بهاراتك، انا مش هشترط عليك البهارات، اللي نفسك فيه حطيه. انا حطيت فلفل اسود وحطيت ملح وحطيت هيل وحطيت بهارات من اللي عندي وحطيت بهارات للشوي. انا حطيت البهارات دي، انت حابه تحطي حاجه تانية حطي، مش حابه تحطي اللي انا حطاه ما تحطيش، يعني دي حاجه ترجع لك انت. هتقلبي البهارات كلها مع بعضها، تحط مع الملح والفلفل اللي انا قلت لكم عليهم في الاول. انا بختصر بس الوقت، مش عايزه اجيب البهارات وافضل احط قدامكم، فانا قلت احطها مره واحده ونخلص. احنا دلوقتي استبلنا اهو، قلبنا كل البهارات في بعض. هنجيب الفرخه بتاعتنا ونحشيها، يعني اهو ادي الفرخه انا غسلاها ومنضفاها وزي الفل اهي. هنحشي الفرخة او هنمسح الفرخة، يعني كده انا عايزة الفرخة تاخد من كل حاجة من الصوص اللي انت عاملاه ده. زي كده هتحشيها من جوه كويس، تحشيها من بره، تدعكيها كويس. وبعد ما تخلصي خالص هتحطي من الجناب طبعا، من تحت الجلد زي كده. انا عايزاها بس يعني تاخد التست بتاعها، وتدخلي من عند الوركات، يعني عايزاك تعملي كل حاجة، فاهمة علي؟ اهو زي كده. يلا هخلص وهوريكي الشكل هيبقى عامل ازاي. بصوا يا بنات، انا تبلت الفرخه خلاص زي ما انا عايزه اتبلها، هسيبها كده شويه بس عقبال ما اجهز بقيه الحاجه بتاعتها. الحاجه بتاعتها الثانيه هنشوفها عشان نقول يعني نتكلم عنها واحنا شايفينها قدام عينينا. دلوقتي يا بنات انا تبلت الفراخ زي ما قلت لكم. بقى عندي بصل هنا، طبعا البصل ده انا عايزاه مش هرميه. هتجيبي ثلاث فلفلات الوان، اي مش عندكيش الوان، عندك اخضر بس، عندك احمر بس، عندك اصفر بس، انت حره. هتحطي الفلفل على البصل ده، هتنزلي بالفلفل. وطبعا الاساسي الاساسي اللي هو البطاطس، هتحطي البطاطس كمان معاهم. دلوقتي انا غسلت البطاطس وقطعتها اكنك هتعملي صينيه بطاطس بالظبط. هتحطي البطاطس على التتبيله اللي انت عملتيها دي، هتحطيها وتقلبيها. تبداي تقلبي فيها لما البطاطس تشرب من الصوص اللي انت عملتيه البصل وكده. وبعدين هنشوف هنعمل ايه، يعني مش عايزين نحرق كل حاجه ورا بعضها، واحده واحده. يلا انا حطيت كده البطاطس، معلش انا مضطره اشمر. هتقلبيها زي كده من تحت لفوق اهو، عشان بس تاخدي البصل يعني بتتبيلته بحاجاته بسلطاته وبابا غنوج، ما تاخدوش في بالكم. هتتبليه وتتبليه كويس وتشوفي هنعمل ايه دلوقتي. بصي يا بنويتي، دلوقتي اهو الكيس هنحطه في الصينيه. حاولي تطبقي الكيس زي كده، هتحطي فرختك، هتحطي فرختك. انا الفرخه طبعا انا يعني مش قادره احكي لكم اللي حصل فيها، حصل لها حادثه فاتفتحت ايديها ورجليها زي ما انتم شايفين كده، بس ده مش مهم، مش هيفرق معايا يعني. ماشي، هتحطي الفرخه. انا طبعا هحط في كل كيس فرخه لانه مش هياخد اكتر من كده، الكيس ده صغير مش كبير. وهتحطي كميه خضار من اللي عندك دي اللي اتبلت وبقت زي الفل، هتحطيها معاه وهتديله مساحه عشان يتنفس. مش معقول هتعملي كيس مش تدي الفراخ مساحه. انت خلاص جبتي الصينيه هتحطيها، نعرف خطوه خطوه عشان ما نسبقش الاحداث. زي ما انت شايفه، تحطي بطاطس وتحطي حتتك، وهتحطي جوه الكيس ده ميه سخنه. بعد ما نخلص الحرفان اللي احنا هنحطه ميه سخنه، وهنخرم الكيس خرمين صغيرين او هتقطعي الكيس من تحت. انا بصراحه مش هقطع الكيس من تحت، انا هخرمه من فوق عشان يفضل محافظ على الصوص ما ينزلش جوه الصينيه. يعني هنشوف، مش عايزين نسبق الاحداث زي ما بقول لكم دايما. حطيت الفراخ وحطيت خلاص البصل والبطاطس بتاعتي، هحط ميه. ماشي، هحط ميه، يعني هغطيها ميه عشان هي تستوي في الميه دي بس. طبعا لسه هنعمل حاجه ثانيه، لكن كل واحده ننزل بتكتها على مهلها. ما يلاقيش ميه، حطينا ميه يا بنات زي ما انتم شايفين، هنقفلها من فوق خالص خالص خالص. واهم حاجه تخرجي الهواء من الكيس، ما تخليش في الكيس اي نسمه هواء، اي هواء هيخلي الكيس يفرقع معاكي.
احنا لسه هنفتح الكيس برده، مش هنسيبه زي ما هو كده. هتقفلي الكيس من فوق، هتقفليه زي كده. انت حطيتي ميه خلاص، قفلنا الكيس. هتحطي الكيس زي كده اهو. كيس مستوى عادي يا ماما. استني، هنحط الكيس زي ما هو كده اهو. بصي بقى، بسكينه، طرف سكينه، باي حاجه عندك. مش لاقي اي طرف سكينه عشان تبقوا عارفين. لا اهي، بصي، طرف سكينه، بخله سنان، باي حاجه، وات ايفر هتكون ايه، هتخرمي كده. ماشي، انا عايزه بس ان هي لما تيجي تغلي بس ثلاث تخرام ولا حاجه اهو. انا مش عايزه اوقع الميه اللي هي فيها، بس كده هتستوي ويفضل زي ما هو، والكيس هيفضل زي ما هو. دلوقتي احنا هنحط ميه. لا، هتيجي ميه ثانيه بقى من هنا اهو. هنحط ميه في الصينيه من تحت، يعني خلاص انا خليتها كده. في ناس بتقطعها من هنا، لو اتقطعت من هنا كل الصوص اللي انت حطاه في الكيس ده جوه هيبوظ يعني. فانا عايزه اجيب ميه، انا فرقعتها من فوق عشان تستوي. البطاطس دي هتستوي، يعني اول تفتكر مش هتستوي، هتستوي بعد ما نسويها خالص. هقول لكم هنعمل ايه. طيب يا بنات، دلوقتي احنا هنحط، ادي الميه سخنه، هنحطها فين؟ هنحطها هنا اهو. هنغطي بيها نص نص اللي اسمها ايه، الصينيه بتاعتها اهي. ماشي، اهي نصها. وبعدين هندخلها الفرن، نحطها من تحت. هنحط الصينيه دي من تحت، هتقعد لها في الفرن يعني من ساعه ونص، يعني ساعه ونص، خلينا نقول ساعه ونص احسن عشان ايه نضمن. انا هقول لكم بالظبط خدت معايا قد ايه. الساعه عندي 5 دلوقتي، هقول لكم بالظبط خدت قد ايه معايا في الفرن. بصوا يا بنات، انا صورت لكم اهو من قلب الحدث. شوفوا الميه اهي، دي قربت تنشف، سوري، دي قربت تنشف من عليها الميه، دي لسه. فانا هسيبها كده، احنا بقى لنا بالظبط ساعه و10 دقائق. انا هسيبها الساعه ونص كاملين تحت في الفرن من تحت، وهطلعها بعد كده احطها على الشوايه من فوق 10 دقائق تاني. الفراخ دي كبيره مش صغيره، ولسه طول ما هي الميه موجوده كده بتديني امل ان هي لسه ما استوتش، يعني لازم الميه تنشف. فهنشوف هنعمل ايه، وهطلعها فوق وهوريكم هتبقى عامله ازاي. بصوا يا بنات، طلعتها من الفرن دلوقتي زي ما انتم شايفين، هي بتغلي على الاخر. انا لسه عايزه اديها وش، اديها لون. الميه بتاعتها خلاص طبعا، هي مهريه يعني. بصوا اهي، مش مستحمله ولا حاجه اهي اهي. خلاص هي كده بالظبط بعد ساعه ونص، انا هفتح عليها الورقه دي كده خالص اهي اهي، وهحطها في الشوايه تاخد لها ربع ساعه بس تحمر الفراخ وخلاص على كده اهي. وبالعافيه عليكم لما تطلع هوريكم شكلها ايه. ده الشكل النهائي يا بنات بتاعها زي ما انتم شايفين كده. انا هغرفها دلوقتي واحطها في الاطباق عشان اذان عندنا ادا احنا صايمين، فانا قلت اوريها لكم بسرعه اهي اهي. شوفوا هي، انا عايزاها كده بتبقى جميله. بصوا اتحمرت الفرخه، مفيش فيها اي حاجه زي ما انتم شايفين يعني. يلا بالعافيه عليكم، جربوا الطريقه دي مش هتندموا ابدا، وطريقه مفرحه جدا جدا وجديده. يلا اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه.